إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت خلف النبي صلى الله عليه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك، أي احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث كان كنت وحديث آد ومعاني حال دير آد ومعان بضن أيا النبي وقهض ليا صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث النبي قد أنا سداسة حديث كم إذا مركز ركت إذا مدى قيستيد وحاضر السليدة هاي حديث كانوا كلكم مجروا أحاديث النبي كوا كلو كدن بيا كسيدرا. حديث كان مركز كنت وحديث آد وعجب بضن علماء قار كذبا وحي راهدين. هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أمور الدين. حديث كاني وحو كولان سدي أو كوبي دردارمو آد أقيم بضن ودردارن كي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيا وليبا قواعد كلية قواعد وحالة يرهدا مسألة أم المسائل كا ومسائل بضاني سوهوس كلان مركا قواعد ولبا من أمور الدين أي حديث كان كلان صدي علماء ذهر السلف كقار كمدة أي وحالة الشيقي إن يرهدين تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا حديث كان بان أخريي مركاسا معاني ديسا روحي سلو قملة يعني تدبرك حويا قفك أو استعمال عقل جيسا وآد وقفكرة كلاسو نحبها مسائشة كل حجرية فوائدة كجرت حديثك أما النسك مركا حديث كان آد قلت تدبري بويري مركا وإغيا بيبي أدهشني لغاية أن قاري حالة الدهشة دهشة وحالة يرهدا قفك وحؤون في للين مركو أي أصابحان وفوائد عجيبة مركا أي أصابحان أي وحي كو أبورتا يعني دهشة وحلى إرادة تعجب وحديث كان فوائداني ما كجرتي سيديبا غافل أغن نقضي يعني مركو تدبرك بعدي وحلى غيابين حديثك أخرجي ري
لكن معناها أمرك كفهمين ولك فهمين مركا وحير فأدهشني وكدت أطيش وحن نقول لو هذا يبيري قلبي جيقو إنه بضوله هذا هو ذا آذو فرح أو كفر حيو فوائد أو كفهمي حديثك بعد التدبر مركاس وحيري وفوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى كلمة وا وحي كم تهي حروف تلو أديك سدو وحلو يري نداء تتك نحوها أخرستا يا فلان أوكالي لكن معنى كلا لو استعمالها ونداء كلي ماها وحلو أديك سدا قفكم مركا دريم يا حنون حنون كاس أما هنقض حنون حسية أما هنقض حنون معنوية لا بضبا وقفكم مركم مثلا بضح حنون يوكالي ورأسا إنو يراد سيدي حديثك يا عائشة نبي صلى الله عليه وسلم سكرات الموت كم بركو كوب الله مي حنون كيس نبي إي ميد بيتري مركاسان إيري بيتري ورأسا مضحا حنون يا مركاسو النبي قويري ويتي بل أنا ورأسا أنا قانا مضحا آدي حنون يا مركوا حنون كحسي كاس أحيانا قد يكون حنون معنوي حنون معنوي ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم مركي لا افسدي يعني ما حنونك حسي قابي تاسق ليس يعني مرك قارك حنونك حسي قاهي وحن نقونيا ان ادوغ حنو سنيسو اما تقف كلا حنو سنيس فاطمه وحي اتي من النبي صلى الله عليه وسلم وسكرات كو هي شده السكرات شده سكرات الموت شده سكرات الموت مركاسي وحي كو على عشي وكرب ابتا وكرب ابتا يعني حنون كان نبي وحنو سنه الا حنو سنه فكاس النبي جو جواب صلى الله عليه وسلم ليس على ابيك كرب بعد اليوم ما انتك بعد ابها كرب ما هينيس يعني ويوم وفاته وي صلى الله عليه واله وسلم برك حديث كي هروها وراس وراسا يعني النبي وحوها حنون وسق نفتي سدريمي لكن مت كان عائشه الى هي وكرب ابتا وحنون النبي قال حنون سنه صلى الله عليه واله وسلم سيدا حنون كحسي قال لو استعماله ايا وحا لو استعماله كان معنوي قال سيدا هذا الحديث كان هذا كان كجرت واسفا واسفا يعني وحنون معنويه وك تاسف اي حنون ودريميو انين ددك انتو بدن حديث كان معنيه ساين ولي فهم سنه واسفا ويري نعم بهذا من الجهل بهذا الحديث أقون لأنت نهيسة وأن حديث كان كأقون لأنهي إيو وليبا قلة التفهم لمعناه معنيه سفهم كي سئنو النقو يريهي أوجد أيان لحن سنيهون وأرن يا بوليهي وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه معنيه سمرك أنو دي مرك أولوحنو هذا الكاسي ومقدمة هوري وأننا نفتا يضبلين أنو دقاها أفراري عنو حديث كان وحي علماء كير أهدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين حديث كان نبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس بو نبي أدر دارمي حديثكم من رواية عبد الله بن عباس ويان عبد الله بن عباس سيداد أكتهين هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي جاي إلما أذير هايين ويل يرو دأيرنا وأها نن آد علمي وأتشعل فهم كيسنا وفرفرن يهي أيو أها نبي قنا وليب أقود عيي صلى الله عليه وسلم مركو أركين علمي وأتشعل يهي وأباهن يهي يسيد أقود ذال يو يفهم كيس أودي سمو نبي قود عيي أو يري اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إله فقه علمي جنا فهم سي الفقه هو الفهم إله علمي جنا فهم سي علمي جنا تفسير كي تأويل كي سنبر ولأجل ذلك وحال أورنجر لقب لو قد حبر هذه الأمة وترجبان القرآن
culimmadan islaamka caalimkoodii oo weliba qur-aanka tarjumayey macnihiisa. Waa la weydiiyey cabdullaahi ibnu cumar, cabdullaahi ibnu cabbaas, cilmigan maxaa lagugu siiyey? markaasuu wuxuu ku jawaabay, lisaanun sa'uul wa qalbun caquul. waana su'aal badnaa oo cilmiga waa su'aali jiray, caqligayguna wixii la ii sheega waa qaban jiray, saas buu oran jiray. yacni waxyaalaha runtii cabdullaahi ibnu cabbaas taariikhdiisa iyo siiradiisa markii laga sheekeeyo aad ii saameeyey oo naftayda ku leh runtii xusuus ku reebay, dadka dhallinyaradana runtii aan hadda ku baraarujinayo, ayaa waxay ahayd cabdullaahi ibnu cabbaas sidaad ogtihiin isagoo da'yar ayaa nabiga la oofsaday sallallahu calayhi waalihi wasalam. intuu nabiga la joogayna waxay ahayd laba sano oo keliya. markii nabigu dhimanayana 13 sano jiray, 13 sano. marka cilmigiisa inta badan wuxuu ka qaatay saxaabadii nabiga ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin. nin ansaara ayaan ku maqlay buu yidhi xadiis axaadiistii nabiga ka mid ah. markaasaan soo aaday buu yidhi waqtigii qayluushada, qayluula, waqti alqayluula, harsimada markii la harsanayo oo dadku ay nasanayaan, ay seexanayaan, gurigiisa imid buu yidhi. albaabkiisa hortiisaan fadhiistay buu yidhi. cabaar markuu fadhiyey wuu sugayaa inuu soo baxo. cabaar markuu fadhiyey dawanin yar oo da'yar, dadaalkiisuna badan yahay iyo taxsiilu lcilmi, markaa hurdaa qabatay. markaasuu meeshii ku hurdooday, dabaysha markaa ayaa ciidda ku xaadhaysa. ninkii saxaabiga ahaa markuu soo baxay, raxima calayh, runtii aada ugu qalbi jilcay. markaasuu ku yidhi yabna rasuulillaah, maxaad albaabka igu soo garaaci weysay anaa kuu soo bixi lahaay? waxba kama jawaabin. wuxuu yidhi xadiidkaasaan maqlay, oon kuu soo doontay ii sheeg. xadiidkii markii loo sheegana waa iska tegey, laannahu hamuhu waxa weeye talabu lcilm, in la weyneeyo, tacdiimiyo, kadaa la yidhaahdo shanigiisu maa. walaajli dalika culimmadu waxay yidhaahdaan laa yunaalu haada alcilmu biraaxati ljismi, cilmigan laguma gaaro nasasho, nasasho laguma gaaro. hadalkaas si khaasa wuxuu u khuseeyaa dhallinyarada talabatu lcilmiya, waa hadiyo insha allahu tacaala. naftaydana waan u oranaya, adinkana waa idin oranaya. marka aan dib marka usii xadiidkayga dib ugu laabanno, cabdullaahi ibnu cabbaas marka nabigu sallallahu calayhi wasalam markuu arkay fahamkiisa iyo siduu cilmiga ugu diyaarsan yahay, ayuu dardaaran aada u cajiib badan siiyey. wuu la socday nabiga, nabigan la socday buu yidhi kuntu radiifa nabiyi sallallahu calayhi waalihi wasalam, nabigan radiif u ahaa. radiifku marka waxaa la yidhaahdaa qofka qofka kale gaadiidka la saaran. weliba gaadiidku waa kala duwan yahay. waagii hore gaadiidka la isticmaali jiray wuxuu ahaa nafleyda, geela, fardaha, dameeraha, waxaasaa la isticmaali jiray. markii laba qof ay fuulayso way kala horeeyaan, qofna horey buu fadhiyaa, qofna gadaal buu fadhiyaa, sida hadda mootooyinka loo fuulo kale, baashaan bikibikida la yirahda see loo fuulaa, waa la kala dambeeyaa. marka qofka dambaa la yidhahdaa radiif. marka nabigan radiif u ahaa buu yidhi, gaadiid baan la saarnaa, gadaal baan ka fadhiyey buu yidhi, khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam. markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi maalin bayna ahayd, wuxuu yidhi buu yidhi yaa ghulaam, faqaala lii yaa ghulaam. ghulaamka waxaa la yidhaahdaa inanka dhallinyarada oo xaalatu tamyiisna gaaray, welina aan gaarin qaangaar. ilmaha yaryarina waxay mumayas ku noqdaan oo ay caqli ku yeeshaan oo wixii loo sheega ay qaban karaan, ay fahmi karaan 7 sano iyo wixii ka sarreeyo, yacni 5 sanawaad mararka qaarkood, 5 sanawaad mararka qaarkood. marka weli ma uu qaan gaarin, waa 10 jir ilaa 13 jir inta u dhexaysa ku jiraa, 11 jir, 12 jir, meelaha wey. markaa buu yidhi buu yidhi yaa ghulaam, innii ucallimuka kalimaat, kalimaad baan ku barayaa. tayib, qof kastoo annaga naga midihi ha suuraysto ghulaamka nabigu la hadlayo inuu isaga yahay. qof kastoo annaga naga midihi
hasuuraysto gulaamka nabigu la hadlayo inuu isaga yahay. Haddaad xaaladdaa joogi lahayd oo qofka nabigu la hadlayo uu yahay, aad adiga ahaan lahayd, markuu ku yidhaahdo innii ucallimuka kalimaat, nafsadaadu siday ahaan lahayd? Ma qadarin kartaa? Tayib, haddaba xadiidka nabigu cabdullaahi bin cabaas buu u yimid, laakiin cabdullaahi bin cabaas miyuu keliga ku yahay? Maya, kulliganuu noo dhahan yahay. Qof kastoo annaga naga mid yahay ha suuraysto qofka nabigu la hadlaya inuu isaga yahay. Hayla, nabigu kuma gooni yeelin cabdullaahi bin cabaas. Haddii cabdullaahi bin cabaas keligii ku tahay, dadka uma u sheegeen. Cabdullaahi bin cabaas waa soo gudbiyey, waanana dhex yaallaa walilaahi alxamdu. Hadalkii nabigaana dhex yaalla, yaa gulaam innii ucallimuka kalimaat, kalimaad baan ku barayaa, kalimaad baan ku barayaa. Kalimaadkaas maxay yihiin? Aan dhagahayaga u furno. Wuxuu ku yidhi nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasallama, ixfadillaaha yaxfadka. Kelimada ugu horeysa kuu sheegaya waxa weeyaan, ixfadillaaha yaxfadka, ilaahay xafid. Haddaad adigu ilaahay xafidid, rabbi waa ku xafidaya. Su'aalaha qalbigayaga usoo degdegaysa, ilaahay ma xafidaad buu nooga baahan yahay? Jawaabtu maxay noqon? Maya, waxa xafidaada nooga baahani waa maxay? Culummadu waxay yidhaahdeen waxa xafidaada nooga baahani waxa weeyaan xuquuqullaah wa xuduuduhu. ilaahay xuquuqdiisa inaan ilaalinoon xafidno iyo xuduuddiisa. Tayib, waa garanay marka. waxaana laka rabaa inaan xafidno inay tahay ilaahay xuquuqdiisa iyo xuduuddiisa. maa hiya xuquuqu llah wamaa hiya xuduud llah? inaan isweydiino sooma. xuquuqda ilaahay oo nooga baahan inaan xafidnaahi maxay tahay? xadiid kala fasiraya xuquuqullah. mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu waa saxaabi kale oo min fuqahaa isaxaaba ahaa, oo nabigu weliyaba ammaanay oo yidhi acrafu nnaasi bilxalaali waalxaraami mucaad ibnu jabal. xaaladan cabdullaahi bni cabaas oo kale, inta cabdullaahi bni cabaas nabiga u jiray markuu hadalkan ku lahaa, isagoo u jira oo asna ah radiifa nabiyi sala allahu calayhi wasalam, ayuu nabigu ku yidhi yaa mucaad. markaasaan ku yidhi buu yidhi labayka yaa rasuul allahi wasacdayk, ku ajiibay rasuulka ilaahayow. mar labaadoo ku celiyay nabigu yaa mucaad, markaasuu yidhi labayka yaa rasuul allah wasacdayk. mar saddexaad buu ku celiyay yaa mucaad. celcelinta uu nabigu ku celcelinaya yaa mucaad, oo mar kasta uu mucaad leeyahay labayka rasuul allah wasacdayk, maxay ku tusinaysaa? waxaa nabigu soo wadaahi inay yihiin shay-un cadiimun jiddan. wuxuu ku yidhi marka atadrii maa xaqu llaahi cala alcibaad, ma ogtahay xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoomaha? idan lillaahi xaqun calayna, sooma, in ilaahay xaq nagu leeyahaan halkaa ka fahamnay. markaasaan ku iri buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisaba. lianna allaha tabaaraka watacaala yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih, alla iyo rasuulkiisa lagama hormari karo. markaasaan iri buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam. markaasuu nabigu ku yidhi xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a. xaqa ilaahay addoomaha ku leeyahay waa inay caabudaan, waynan cibaadada alle aynan cidna la wadaajin. idan qofka muslimka ahi waajib waxaa ku ah xaqa ilaahay inuu guto oo ah inuu alla caabudo. ma aha inaad ilaahay cibaadadiisa ka tagtid, inuu alla caabudo, alla keliya caabudo, cibaadadiisa una cidna la wadaajin. idan xifdu xuquuqi illaah, waa inaad cibaadadii ilaahay ku abuuray aad ilaalisaad xafidda. wa xifdu xuduudihi, xuduuddu waa maxay?
إلهي كتاب النسو دشي ونبي ونصو دري أحكام يا شرع ونسو دشي شرع قاسي حدود ولي همرك حدود ولي أنا لقبي كريم حدود الشيء وشرع إله علماء مركي أحكام الشرع مركي دب لا إيغو لبا خانة دو دي كالقلي مأذون إيا منهي عنه أما محظور ميت كاتر بطلع شيء مأذون أو لغو إذني إيا شيء محظور أو ممنوعه لغا منعيي أو لغو ديدي وان لبضا شرعي ولا بضا كما بحو وح مأذون أو لغو إذني إيا وح ممنوع أو لغا منعيي لبضا شرعي وكما بحو مركي لك على تفصيلياً الشرعي نقنية مأذون كوا صدح واجب مأمور إيا واجب إيا مندوب إيا مباح صدح ذاو واجب كإيا فرض كوا حوياً أمر باكو سؤر لوالغو أمري أمر باكو سؤر فل وحا فل على سبيل الإلزام وواجب وفرض وبديها فرض سلادة تكون نبا كم إذا هذا صون كان نقصه فرض لأن نقصه شيء ذا كم إذا صدق هذا واجب كه وزكاة ذا كم إذا حج كبا كم إذا بر الوالدين كا كم إذا ما ركته وهكذا الإحسان إلى الجار با كم إذا حصل إدل با كم إذا واجبات كثيرة بدين فرض وبديهن منذوبات با كمده وحيالا منذوبات أو مباح وإلهي كو يعني أجر بضن له لكن أن درجة ذا قارسي سنين فرض كو كله وصولا ليري هذا أما مستحبات وح إلهي اللي قل عبده وح إلهي قل جعلي هنا وفرضك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته وحديث القدسي وقال ليه أدونك إيغو مدوادو وحان كتش على هاي وحي أن كفر ضيالي مثلا أركان الإسلام كو كالين الحفيدي وحي فرض كأها قفكو هدو دورو إلى لينا وحفظه وحقوق دي إلهي سوما هدو فرض كحفظيه أو دورو إلى ليه رضيه إلهي جندي سوكو قليا نبيك وحاويمي سيدة صحيحين كسوار ورتي نن وفتئة وقبائل كمسلمين توصو إسلامي مركز كمدا أو قاري إسلامكو نن نبيك ديريبا إسلامكي أشرحي وايمي نبيك أويمي وحي الله شاقي بوحكا ويدي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي صلاة هي زكاة هي صوم هي حج وحي لما النبي يقول اشرح مركو اشرح تلقى قي أيو يري والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص منهن قال له حق لسو بحيا كل أرتي انتاس كما زياد أيوه كما النقصة من أيوه بركاس النبي كيري صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة هذا كرون شيغو جنة وقليا وحا الله شرحنا وامحي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنه كل واقع سوى اعتقاد ويقيم الصلاة صلاة دين أو يعني أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة شن صلاة ضد إلهي إنه كفر ضي لي أدومي هيس همين كي يمان انت طيب إنه كفر ضي لي إخراج صدقة من أموالهم حوله ضي إني صدقك بحيان سنتك هالمر صنك بشهر رمضان إلهي إنه قارسي نبت قليه وأنه سوى دوده إنه صام حجك وإنت أون أنت أنا كان نقصان من مايو كمان زيادة نيو يعني معناه هو صمين أيه أكثر من ذلك كان ما صمين أيه أيه كان من نقصان من أيه بركاته النبي يقول لا إن صدق لا يدخلن الجنة
hadii uu ka dhabeeyo ka run sheego jana waa gulaya wuxuu gulaya jana xadiid kale wuxuu sheegayaa sawna fi saxiix nabigu musaafirahoo socda ayaa nin reer baadiyahi ka hor yimid dadka dad waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda hidaayo geliyey yn cilmiga lahaanin cilmigoodaba ha yaraado cilmigoodaba ha yaraado dad ilaahay un qalbigooda hidaayo geliyey nabigii buu ka hor yimid gaadiidkuu saarnaay buu ku dhegay hoggaankiisii uu joojiyey marka markaasaa nabigiina istaagay markaasuu wuxuu weydiiyey yaa rasuul allah akhbirnii maa yuqaribunii ila aljanna wayubaacidunii can innaar wax jannana i geeya oo ii dhoweeya naarna iga fogeeya ii sheeg intaa markuu yidhi ayuu nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabadii la socotay buu eegay markaasuu ku yidhi laqad wufiqa waxaa dhab ah in la waafajiyey khayrkii almuwafaqu qaliil waxyaalaha la yaab kale waxaa weeyaan sheekh kasta oo muxaadaro jeediya dadku waxay weydiiyaan su-aalaha tiro badan tiro badan tiro badan oo dhibicyada roobka ka agdhow tiro intay ka qabaan kulligood oo dhan haddaad isu geyso isu wareeso dhinac kasta ka fiirisid adduunyadooday ku wareegay keliya qof su-aashaa weydiiya wax ilaahay jannadiisii ridihiisii ii dhoweeya sheekhu ii sheega heli maysid maanta ma arkaysid laakiin zamankii hore aaday u badnayd ninkaa ree baadiyaha wax kale ma weydiin yaa rasuul allah akhbirnii maa yuqaribunii ila aljanna wayubaacidunii can innaar markaasuu nabigu ku yidhi laqad wufiq aw laqad hudi laqad wufiq aw qaala laqad hudi waa isku macnaa labada kelima waa la waafajiyey ama waa la hanuuniyey markaasuu intuu ku soo jeesto wuxuu yidhi kayfa qulta sidee baa tiri mar kale ku soo celi su-aashii mar labaad ku soo celiyey markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama tacbudu allaha walaa tushriku bihi shay-a watuqiimu asalaa watu'ti azakaa daci naaq watasilu araxim daci naaq tacbud allaha walaa tushriku bihi shay-a ilaahay baad caabudaysaa cibaadadiisana cidna lama wadaajinaysid wahada huwa xaqu llah wa xaqu llah xaqana laka raba inaan xifdina wey watuqiimu asalaa salaadana waad oogeysaa cibaadaday ka mid tah watu'tiya azakaa zakadana waad bixinaysaa watasilu araxim qaraabadana waad xidhiidhinaysaa qaraabadoo la xidhiidhiyo hamoodinina amar sahlan dacwadii nabiga sala allahu calayhi wasalam awal dacwatihi ila tawxiid dacwadii ugu horeysay oo nabigu dadka ugu yeeray bacda tawxiid illah silat raxima ka mid ah ma sahlana marka watasilu araxim buu yii marka xadiidkaas marka laguma sheegin soonkii iyo xajkii midna walacallahaa qabla an yufrida allahu calaa cibaadihi intaan ilaahayba ku farad yeelin ma aragta soonka iyo xajka soonkana waxaa la farad yeelay sanadii labaad oo hijrada xajkana waxaa la farad yeelay sanadii sagaalaad soo ma marka qabla an yufrada cala alcibaad inay ahayd markaasuu nabigu yidhi daci naaqa marka ujeedadaadii waa gaartay waa lagu sheegay ka hor wareeg marka hashasida idan xaqu llaahi cala alcibaad waxaa ah an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a hada xaqu llah xuduuddii marka waxaanu nidhi waa laba qaybood laba khaanadood ma'duun iyo mamnuuc ma'duunkii faradka ugu horeeya wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima aftaradtuhu calay hadduu faradkaa xifdiyana waa ku nabadgelaya ilaahay ridihiisi waa gaaraysa laakiin ma intaa keliya baad ku joogaysa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalama walaa yazaalu yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba addoonkaygu kama zuulo inuu iigu dhowaanayo nawaafishii xataa uxiba ilaa aan jeclaado idan nawaafisha iyo mustaxabaadka inaad badisid maxaad ku gaare jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala midda kale
فرض كاغب ودفاع تهي سننكو فرض كاغب ودفاع يهي شيطانكو مركو ربائنو كويرارو وحا اوغوه الرأيو كاويرارا ياهي واسننك هداد غف صاحب السنن تهي فرض كاغب مويراري كارو مركو هروائنو كاويرارا سننك مركو سننكا كاغا اتكادو ايو فرض كاويراري كارامر مركز سنن كو فرض كاغب يهين دفاع عبادات كلنا إن سنن إليه صلاة سنن بيلا ذاي صوم سنن بولاي هاي صدقة سنن بيلا ذاي حج سنن بولاي وهكذا حديث كي معاذ بن جبل نسيض وكلبوه ألا أدلك على أبواب الخير مركو فرض كي كسو هذا اللي أيو النبي يقول ألا أدلك على أبواب الخير مركز أبواب الخير أتريي الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وفي رواية شعار الصالحين ثم تلا قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وضمعا ومما رزقناهم ينفقون وسنن كي بلغها الله مركب وفرض كي يواجب كي إيا السنن كي لبدا سوى مأمور وأمر وحا الصوهر يوحل يرادا مباح مباح و لارك أنسي دانو إنو عاديهي إنو مدبليهي كبها أن حرانينو انتظى أن عنينو ومباح صما لا فرضا ولا مستحبا برضو أجر وكجرة لكن وحكو حرانيهي أجر كودو نيادادا هداد بقصد العبادة أدو لجيدد مأجوراتها هديك لما أجور متيه صدح لأسبرك هو مأذون ولقوء قليه لبنا وممنوع محرم يا مكروه وحنا إلهي بك أحرمي إذن مرك حفظ حدود الله إن الفرض كي حفظيسي سنن كينا كدرتي مباحين آذن غافين ما ركتها وح إلهي كحرمي أما شرعه كان نهيينا آذن أقدبين إذن حفظ حدود الله هنا واسداس حفظ حدود الله هنا واسدا حفظ حدود الله نوكا إذن مرك احفظ الله معناه دو حويا حفظ حدود الله حفظ حقوق الله وحدوده قفكم مرك حدود إلهي حقوق دي سي حفظينا إلهي بحفظنا احفظ الله يحفظك ولو ماذا مرك حير أهلان قفك إلهي حقوق دي سلورا إلالية حدود إلهينا حفظية ربي با حفظية مصالح ذي سوحو أحفظية في الدنيا والآخرة هذا حفظ أباهن هذا حقوق ذي إلهي حدود سي حفظي سي هذا أنا ألا كحفظنا مصالح ذا في الدنيا والآخرة لا بضا إلا وضو باهن تحفظ إلهي أباهن نفت هذا إلهي حفظين عمري قاقا إلهي حفظين أود هذا يقود هذا إلهي حفظين حواس هذا إلهي حفظين علماء ماذا وحير أهدان من حفظ الله في الصباح من حفظ الله في صباه وقوته حفظ الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه الله سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وقوته وعقله قفك انتو حوق ليهي ولنت يريهي حفظية عمري قيسي عقل قيسي حوق قيسي وضاعذي إلهي كحفظية ضاعذي إلهي تتكوى حفظية ضاعذي إلهي كحفظية مركو وينادو وداء النقضو وحوق قيسو يرادو يا الله حفظية عقل قيسنا وحفظية عمرك سواء حفظية إن له سإلهي وحفظية
waxay culimadu sheegeen nin culimadii hore ka mid ah ayaa da'diisu waxay gaadhay boqol sano iyo ka badan boqol sano iyo ka badan markaasuu maalin booday bootin wuxuu booday bootin buu booday aad u dheeroo xoog badan bootimaha dhallinyaradu ka boodaan ulxeer buu ka booday dadkiiyaa la yaabay waana shay boqol sano jira dadkiibaa la yaabay marka markaasaa lagu eedeeyey oo la da'daad boodayso wuxuu ugu jawaabay allahu almustacaan wuxuu ugu jawaabay haadihi aljawaarix حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر جوارح ذنادو تشيدان يريران تيديبان حفظ الني ون معاصدي يا مخالفات كي شرعها كحفظ الني ون ضاعدي إلهي كحفظ الني مركاسا إلهي نو حفظي مركان وينا ني بهذه القصة أوجد وحي إصوح وصيصي inagoo dhallinyaro yaryar ah ayaan maalin masaajid ku tukanay nin sheekh oo sheekh ayagii ahaa raxmatullaahi calayh sheekh cali suufi la dhihi jiray waa la yaqaanaan marani soomaaliduna waa yaqaane masaajidkiisa safka horaan saa ugu jirnaa oo sheekha xiga nin baa istaagay masaajidka dadka wax weydiisanaya caado marka waxa u ahayd sheekha qofka su-aasha uu ka fariisi jiray fariisow dhihi jiray ilaa dadkii ilaahay bay xusayaan marka waa ka fariiso dadka ka fariisow dhihi jiray laakiin hadduu arko inuu mustaxaq yahay ayuu markuu ducaynayo ducada wuxuu ku dari jiray allaahuma arxam ilmutasadiqiin allaahuma arxam ilmutasadiqiin buu dhihi jiray ilaahu kuwa wax sadaqaysta u naxariiso dadku marka macnihii waxay u fahmahayaan wax sadaqaysta waa lagu sadaqaysan jiray marka ninaa istaagay uu ka fariisiyey dhowr goor buu sheekhu fiiriyey dhowr goor buu fiiriyey markaasuu nagu soo jeestay safka hore annagoo fadhino dhallinyaro ah markaasuu yidhi yaa macshara shabaab ixfaduu shabaabakum yaxfad illaahu shaykhuukhatakum buu dhallinyarooy dhallinyaranimadiina xifdiya macnihi daacadi ilahay ku xifdiyo da'diinu markay weynaato aada xifdi ilaahay haydin xifdiya ninkii buu markaa darsinka bixiyey ninkii markaa waa fiirinay annaga naftayadi markuu sheekhu kelimadiina yidhi ninku waa nin dhammaaday oo baaba'ay da'na kama muuqato da'diisu markaan ku qiyaasay waxaan isleeyahay waa da' afartan aan weli konton gaarin afartan iyo konton buu dhaxeeya laakiin baaba oo dhammaaday waana ka muuqataa qof ahlu daaca ah oo ahlu diina inuunan ahayn nabarada ku yaalla gacmihiisa cududada iyo meelahan iyo waad la yaabaysaa sumadaha ku yaalla la yaabaysa idan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay xuduuddiisa iyo xuquuqdiisa xifdiya rabbi wuu xifdin naftiisu xifdin bilcagsi qofkii ilaahay xuduuddiisa iyo xuquuqdiisa dayaca rabbi waa dayici waxaa laga sheegaa salafkii hore nin baa wuxuu arkay sheekh ahaa nin waayeel ah oo dadka tuugmaysanaya markaasuu fiiriyey wax walba cibray leeyihin waxba lagu cibro qaataa ilaahu dadka cibraha nooga dhigin marka wuxuu yidhi ninkii sheekh ahaa إن هذا قد ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره وقت قد سيرد بو إلهي ضيعي مركز إلهي أصنع ضيعي وقصة هذا نك اللي يرهدو الشيخ علي صوفي ونقوح ونحصوصينا يؤكل ولأجل ذلك أهل العلم قوحي ليهن قبدي من حفظ الله حفظه الله من كل أذى قفك إلهي حفظية حقوق دي سئيو حدود دي سبا حفظية إلهي وحك حفظة
من كل أذى لبك إليك حفظية في الدنيا والآخرة. ومن ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه. قفك إلهي ضيعنا إلهي با ضيعه مركز وحون نقضى قف ضائعة دتك الحدود حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله أو غير أهله. حتى دتك ورجينا ي نفع جودة أما قرابه هذا نوبت كيسيكو ولا له النقدين أما كوا قريبه هو النقدين أما كوا درس كيسه هو النقدين أيجا إلهي كل باه أدب كده وي ماذا لماذا؟ لأنه ضيع الله تبارك وتعالى فضيعه الله. نعم سيدة إلهي قفك وحفظ يا مركة نفتيسة أي إلهي نوحفظ دين تيسة وإنتو نولي هيبا إلهي وحك إلالية وكبد بادية من مضلات الفتن في تويم بضانو في دنب بضانو دتك بادية ساجرة وحلقية بقفك أسوكم معصية كجر إنو إسير هذا إلهي بالعابد يسا عبادة إلهي كجر وسوء على العكرت ومن مضلات الفتن شبهات شبهة وامحي قفك إسوها يستئن وتوصيه ودينته كتوصيه وفي نفس الوقت ودينتي قرب مرصيه أما من سوء الفهم هكتي مادو وسببتها النقطة أما سكلها هكتي مادو ولأجل ذلك إن عالمها إن هذا كورا لك كشيغين ملك الكشيغ ومكا لقراني لكن واو الشيغة هذه الشيرة إن عالمها ما لن هذا الأويري أيانا ولي حصوصها أونا هلمامين إن حاجية وهندي كيمد هندي كيمد بوقت موسم الحج أهيد أيان مساجد كودة تكني مكة كويال ما لنقش معابة يا هيد خذ بدي مركل الأمية أو سلادي لتكدي أيو نيكي خطيب كأها شيخي خطيب كأها أيو مركا سلامي وأتهنيي موضوع كهذا لي هدنا مسائل بكبر رجوي هدنا مسائل كادت ككلا هذا ليلة هيد هذا الكوير مركو حكم ذاها علوم ذا هذه الشرالة ولا قاعد دوا ذا قف كطالب العلم قا قف كعالم كا ولا قاعد دوا ذا وحال جهلا هذا الله قيمة بدن وأدوية ذك قيمة بدن كلمة ذا سأن شيخة ما أنت كره حلي ولما هي المامين صدق سنة لقى جوا تقريبا وحويري من الناس من يعبد الله في معصية دتك وحكم ذا قف إلهي عابدية ومعصية لحديد ألك عابدية مركاني وحوغا سيد قفر دك كعي فهم براروغي وسؤال إسويدي أون إسئري محون نقوم كرا سيبو كن نقو كل عكرتا قفكو إلهي عابدية ومعصية كجلو قفكو مركو معصية سميني واغوني مركو إلهي عابدية واغوني ميل فوق بك مدوني وحير المسبل إزاره يعبد الله في معصية قف كم مردي سجيدي رافتي أن قوي ذا رافتي ويهوس أقدكتي وسلادة تكنية سلادة تكنية عبادة واي سوما مردي نقول كي دا ليسا نقول كي حاق ليسا هو في معصية في نفس الوقت يصلي وهو في معصية في نفس الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا وفي نفس في حديث لا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم انت الله استبعد كفيريا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة صدح إلهي لما هذا له معنى قيامة ولا ينظر إليهم إلنا حريصنكم إيبو ولا يزكيهم من طهره ولهم عذاب أليم عذاب حنون بذلنا وإليهم يا كم إذا صدح لاس المسبل ما رأيت والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وحديث السكنة في اسم حاضرة لنباها مركان كقدر لنا وامحا من الناس من يعبد الله في معصية إذن إسلام مركبة وحايق صور العضي إذن ومن الناس من يعبد الله بمعصية الله
إذن وحال هليا قف إلهي كعابدي معصيدي إلهي تصالي رضا سوق هذا شخص محروم الدم قف ديجي سوء حاران يهي أما حوله سوء حاران يهين في صحيح البخاري أحد الصحابة أحد التابعين أي عبد الله إنك اللي رضا أنس بن مالك ويديي يا أبا حمزة ما يحرم العبد ما يحرم دم العبد وما له وح حاران تني مين يا إيشك أدون كديجي سي مالكي س مركزه الشيعي شهادة أن لا إله إلا الله وأن يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا أمور يا رب بسيطة وحال غيابا إنسان أدون إلهي أو مؤمنة محروم الدم محروم المال محروم العرض صلى في المسجد في الفرائض وهو يصلي إن مساتك اللي قد حدي له أما مساتك اللي يسأل قد له أو دلكي سقف إلهي يقول دواني صوتها سمر كمان نقوانا يصوه يا إن وقفك أن يعبد الله بمعصيته يا صوم نقوانا يصوه صوم نقوانا يصوه حقيقة هاي فضل مركة الصالة تاسي وحي أتهي قفك يو إسله إلهي بدعا بوديسا وحي إلهي كديريني أو إثمي إيدن بوين أكيني إنه كل حشر إلهي كعبده. تعسنا ما حيكون تمد وحيكون تمد شبهاتك. شبهة مسكح دي سكب وحدة وإسلته سيئة هي لكن حقي وقرب رسية. قف كم مرك مؤمن كاه حدود إلهي حفظيي هي حقوق ديسة إلهي وكبد بادنيا شبهات كاس مضلات كأ وإلى هذا الحد جارسيني هاوي ذا كتوري إلهي وكبد بادنيا إلهي وصوغي سبحانه وتعالى الشهوات كم محرم كان إلهي وكدوري حفظي إلهي حقي سأ حديث كي كجري أن كله وتأخرني إني ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أيا وحا كجرتي فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها محوك تسليم عنها قف كان إنو يهي محفوظ من الله تبارك وتعالى وجوارح دي سي يحبنه سي يعرب كي سي يعيشي سي إلهي أو كحرم محرما محوها شهوات كمحرم كأها إذن قف كي مرك الدين تي سينا ومحفوظ نفتي سينا ومحفوظ إلى إلهي سبحانه وتعالى حتى خاتمة أوافتشيو وحسن الخاتمة إلهي وختمه ووحا أقود بيوكوها الله إن قطو قول لا إله إلا الله من كان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة إلهي خاتم ذهن نهباج إذا المركة قفك مركة دوني وإنت أصلني أحفد مان أدوه وحا تكود ذا شيئا مركة إن هذا إلهي أحفدد حقوق ديسي إي حدود ديسي أدوه ربي وكو حفظ يا مصالح ذادي تي الدنيو يتي آخر لبضبا مدي دينيد إيو مدي نفء يمال وحكس النقطبة حتى أولاد هذا إلهي كو حفظه وقد قرن إنسان قصة دي في سورة الكهف قصة خضر مع نبي الله موسى مع الخضر ما ركتها آيات مركة كهل ليس قول دي قرقي دعي توسيي محوق جوابي وإلما أقونوا أبوه صالحها كنزنا وجوجرو إلهي محمد كنزجي سو كنزجود وحفظي لصلاح أبيهم لصلاح أبيهم بركو قف كي دون يين إلهي نفتي سو وحفظه ومالكي سو حفظه وأولادي سو حفظه وآخري أدون بإلهي حفظه حقوق ذا إلهي حفظي عدو حدودي سنة حفظي حديث هو دير يهي فوائدي سنة آدي أترى بضنتهي
هذا فرصت كلا أهلنا إن شاء الله تعالى وأنا ما يستردونا لكن أنت أسكلية احفظ الله يحفظك من بنك جوغينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.